الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامج اسأل ولا حرج للتواصل معنا للاستفسار لطرح الأسئلة للتفاعل مع الإجابات الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم طيلة أيام الأسبوع 00216 مفتاح تونس من الخارج 93 438 بالإضافة إلى العنوان الإلكتروني اسأل تونيزيا تي في نقطة تي كما أذكركم أن كافة حلقات البرنامج لكل المواسم موجودة على موقعي اليوتيوب والتلفزة التونسية فيما يتعلق بهذا الموسم حاضر معنا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم وللإضافة في المواضيع الفقهية والشرعية المقترحة من خلالها فضيلة الدكتور إبراهيم الشيبي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بتحية الإسلام أحييكم وتحية الإسلام السلام. السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه آه البداية تكون بالمكالمات الهاتفية ومعنا على الخط في هذه المكالمة الأولى الأخت بيا من عاصمة الغالبة مدينة الإسلام الأولى في المغرب العربي القيروان السلام عليكم اختي بيا السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بك حسلام رمضانكم مبروك. كل عام وانت بخير <applause> تحيتنا ليك ولمشاهدينا في عايزة. ربوع القيروان الكل. تفضل آه عندك سؤال واحد ولا عدة اسئله اختي بي؟ عندي الساعه تويك سؤال واحد. سؤال واحد تفضل آه مرحبا بيك عندي ولدي هو كان صغير كان يقرا مثلا في ال... يقرا في الثانوي. ايوه <applause> اي وعد لله في سبيل الله باش يصوم سته اي <applause> أو ولكن ما بالظروف وكل شيء نساهم هو ساعتها صغير ومن بعد تالي يخدم البرة في الخليج اي في السياحه تابع السياحه يروح كان من رمضان رمضان ايوه وما مش وراس وراس ولدي حبيت نسال مثلا نسل لك نجم نصيمهم في بلاصته ولا لا على النذر هذا ولكن كي... وش نا... وش يعمل مثلا يعطي فلوس يعمل بيه. حاجه بيه. واضح السؤال <applause> هو سؤال. مش نسيهم الثوره هو أي. ديما مش نسيهم ديه. واضح السؤال <applause> آه شكرا لك على الاتصال تسمع الاجابه باذن الله الصوم تطو... النذر ه... نذر هذا تطوع نعم نذر ولم يتمكن من آ... تنفيذه ولا تحقيقه ولا من عرش شنو العباره الملائمه هل يمكن لوالدته ان تصوم تطوعا مكانه والا هل يمكن له آ... لايفائه او للايفاء بذلك النذر ان يطعم او يتصدق او غيرها من الحلول دكتور بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه ومن تبع هداه مساله النذر هذه هي لزوم ما لا يلزم ان الانسان يلزم نفسه باداء عباده معينه او يلزم نفسه باداء امر معين صيام او صدقه او يعني اي وجه من وجوه البر فهذا النذر الاصل فيه انه مكروه قال الرسول صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم لا يغير من قدر الله شيئا وانما هو مال ينتزع من, من بخيل كون الانسان لا يتعامل مع الله يقول له ان شفيت لي مريضي لله نعم. علي عليك علي ان اطعم عشر مساكين او ان رددت غائبي كان ولدي يروح مسفر يعني سالما غانما انا, أنا سيعني اتصدق بمائه دينار وان يعني نجحت في الامتحان انا فهذا النذر حكم مكروه واذا كان هذا النذر يعني يقول له يعني لو نجحت في الامتحان يعني سوف أسقيكم الخمر أو لو نجحت في المناظرة سوف يعني أدعوكم إلى مأدبة فيها خمر أو شيء مثلا فهذا نذر محرم لا يجب عليه الوفاء به، نعم. الأول يجب عليه الوفاء به ولكن أصله مكروه، والثاني يعني لا يجب الوفاء به، وكذلك إذا إنسان يعني أقسم بيمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن اليمين الأولى ويأتي بغيرها، نعم. والله سبحانه وتعالى يعني في جاء في معرض مدحه للمؤمنين أنهم يوفون بالنذر نعم. وليوفوا نذورهم. واني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه كما نذرت السيده مريم فهذا كله داخل من باب النذر، اذا النذر هو ان الانسان يشترط على نفسه اداء طاعه معينه ويعني يعلقها على شرط تحقق نتيجه معينه. هذا يعتبر نذر نعم. ويجب الوفاء به. والنذر هذا لابد ان يكون الانسان في مقدوره، في استطاعته. يعني احيانا احدهم نظر قال يعني آه يعني سوف يعني اصوم سنه كامله مسترسله ويعني عجز عن ذلك يعني قال يعني لو خرج يعني قريبي من السجن انا سوف اصوم سنه كامله مسترسله وعجز عن ذلك فيعني ونذر الانسان في الخوارق والاشياء التي لا يستطيعها نعم. يقول لو كان يعني كذا سوف اصلي على سطح المريخ او شيء يعني يلزم النذر يكون مقدور عليه ونذر فيما يملك لان ليلى زوجة ابو ذر الغفاري عندما زوجة الصحابي جليل ابي نعم الغفاري, الغفاري نعم. من قبيلة غفارة هذا فعندما عندما يعني انجاها الله على متن ناقة النبي صلى الله, عليه صلى الله وسلم, وسلم, على ظهر القسوة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان, إن علي نذر قال لها وما هذا النذر قالت اني نذرت ان ان يعني اعقر ناقتك قالها لماذا؟ قالت لأن الله سبحانه وتعالى أنجاني عليها في غزوة ذي قرد فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مازحا قال لها يعني بئس ما جزيتها به <applause> لو انت وقت هي انقذتك وانت وقت منعتك من الاعداء من في نعم. يا اخي انت هذيك النذر عملتي قلت كيف ربي منعني عليها ننحرها أو الحاجة حتى النذر النذر لازم يكون يعني مسألة منطقية حتى نعم. مع الحيوان نعم. رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوفاء حتى مع الحيوان صحيح. هذا الحيوان يعني كان له فضل في إنقاذك أو في كذا تقول أنت النذر كوني مش نذبح فقال له الحاجة بئس ما أبي وقال لها لا نذر فيما لا تملكين ولا نذر في معصية الله هي نذرها مش في معصيه الله، هي نذرها ولكن فيما لا تملك فيما لا تملك، لكن هذه الافاده نعم. عامه. نعم، أول النذر تو... يكون أي. في... في... في 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 طاعه، ما يكونش نذر في معصيه، مه. والنذر يكون فيما يملك الانسان. نعم ما انا أقول راني والله نذرت لو كان يعني يقبلوني في العمل هذا، راني النذر بتاعي كوني نسافر على متن سيارتك، لا هذه مش ملكك مش تنذر عليه صحيح. إذا فهذا من باب أن التعاليم التي أعطاها المصطفى صلى الله عليه وسلم في النذر. إذا في حالة خونا لانذر ستة ايام صومه ولم يتمكن هل يمكن لوالدته ان تصوم مكانها او ان يطعم او كذا شنو يعمل؟ والله في مساله النذر هناك بين موسع ومضيع. نعم. ثم من قالوا اذا كان عين انسان شيء معين فلابد له ان فم مكالمه هاتفيه نعم فم مكالمه ثم نعود. نعم. أه معنا على الخط اختنا هداء من تونس. السلام عليكم اختنا هداء اختي هداء السلام عليكم مرحبا بك. اهلا وسهلا. تحياتنا ليك ولمن يعرف طبعا سيادتك. في تفضل المجال مفتوح ليك يعيشك يا شيخ. أول حاجة رمضان مبروك. كل عام وانتم بخير. سامحني سيدي الشيخ سؤالي هو إنه أنا معناتها شي معناتها رمضان من يعني في شهر من أشهر رمضان معناتها <applause> أنا فطرت معي من غير عطر شرعي. أيوه. وإنما ثم يعني سبب آخر اللي خلاني معناتها ما نفطر أنا عمري ما فطرت في سيدي الشيخ. نعم. يعني نحب نفهم أسكو معناتها لازم أنا نرجع للايامات اللي افطرتهم معناتها عادي معناتها وإلا يتوجب عليا معناتها معناتها حاجة معينة معناتها عملها. نعم. شنو شنو يعني أنت أفطرت على الأكل والشرب يعني؟ بالاكل والشرب افطرت ف... وشنو هو الدافع اللي خلاك افطرت اختنا هدى؟ سبب يعني انا في يعني تقول لي هي حد من هاي لما انا يعني مش انا اللي نصرف فهمتني؟ اي ويعني هيك فما فما شيء بتحسس منه من هيك معناتها مش انا نعم دوافع شخصيه معينه دكتور نعم واضح واضح سؤال تسمع الاجابه باذن الله اذا فما سؤال اخر اختي هدى ولا لا لا هذا هو السؤال الوحيد شكرا لك على الاتصال لا الافطار لاسباب مع يطول شرحها ربما عمدا في شهر رمضان القضاء ولا الكفاره ولا الاثنين ولا كيفاش دكتور هو في البدايه ان شهر رمضان هو شهر إحسان نعم. ورسول أكرم صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ولو يعني ولو بشق تمره نعم. يعني في أجر كبير اللي فهمته يعني من تلميح اختنا هدى ان قالت لك انا مش انا اللي نصرف وكذا ان ربما يعني هناك من في العائله من حسسها بهذا الامر يعني حتى افطرت في ذلك اليوم حتى لا نعم. لا تبقى مرتهنه بتقديم وجبه الافطار لها أيه. او شيء من هذا القبيل نعم. وهنا يكون حتى مش من العائله المهم لا يعني هكذا قالت لسبب أيه. عائليه أيه. هي قالت نعم المهم يعني فافطرت ذلك اليوم حتى يعني ثارا لكرامتها التي خدشت او شيء المهم هذا يعني نزل نزغ الشيطان يعني بينها وبين من يتولى اطعامها <applause> في اسرتها ويعني هي اقدمت على يعني يعني افطار متعمدة. نعم متعمده وهي اثمه على هذا الامر نعم. هي تستغفر وتتوب وتقضي هذا اليوم يوم يوم واحد نعم يوم واحد على الايسر وعلى من قال من اهل العلم ان الكفاره هي يعني متعلقه بمن افطر بالجماع هي افطرت بالاكل والشرب فهذا يعني وربما هي في حاله غضب وقتها ويعني من باب التيسير تقضي يوم اليوم الذي اطعمته. نعم. يعني واذا كانت يعني موسرة. وهي ولا اعتقد ذلك لانها نعم. قالت يعني حتى في اكلها فما شكون يصرف عليها وشيء. يعني تـ 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 يعني لا تصوم شهرين متتابعين ولا تطعم ستين مسكين، اذا كانت موسره تطعم ستين مسكين عندما يتوفر لها ذلك خروجا من الخلاف، ولكن الذي اراه انا والذي ارجحه من اهل المقول قول اهل العلم ان الافطار يعني الكفاره المغلظه هذه هي لكفاره الافطار بالجماعه التي جاء فيها نعم. رجل الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هلكت، قال ما اهلكك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صم شهرين متتابعين قال له لا استطيع قال له اعتق رقبه قال له لا استطيع قال له اطعم ستين مسكين قال له لا استطيع فجاء بمكتل يعني عرق في تمر هدايا كما نقول احنا نعم. او عديله او إناء او غيره يعني من تخدمك القفه الكبيره جاء جاء به رسول امر فيه ما يطعم 60 مسكين نعم. من التمر من التمر مم. وقال تصدق بهذا مم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على افقر منا يا رسول الله قال والله ما بين لابتيها ما من هو افقر مني قال انا افقر واحد في في المكان في المدينه فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك نعم. إذن هو أفطر يوما عمد والرسول صلى الله عليه وسلم قبله بالابتسامة وقبله بماذا بأن زاد أعطاه حتى الكفارة ولذلك أثناء هدى نحن لا نقابلها إلا بالدعوة إلى الاستغفار والتوبة وتقضي يوم, يوم إن شاء الله يعني ربي يعني يغفر ما أمين يا رب العالمين الخط الآن يربطنا بمدينة سليانة ومعنا على في هذه المكالمة الهاتفية الأخت رحمة السلام عليكم أختي رحمة مرحبا بك عسلام تحياتنا لك ولمشاهدينا الكرام في ربوع سليانة الكل تفضل المجال مفتوح لك عندك عدة أسئلة ولا سؤال واحد سؤال واحد سؤال واحد تفضل شو سؤال أختي رحمة عسلام مرحبا بك أختنا رحمة أهلا وسهلا بك أنا عندي طوى حكيت ست سنين من نصيم وليت نصيم وكل شيء. ايوا و و, و... عندي طو... كل شهر معنا يعني نفطر فيه رمضان وما ما رجعتش اياماتي وكل شيء. وتو كي حبيت نشوف شنو يعني كيفاش نجم نعاوضهم هكا. تفطر يعني شهر كامل ولا تفطر لاسباب لا شهر... لا ايامات ايامات. لأعذار, أيامين. أيامين. لأعذار أي. شرعيه يعني. اي. ولكن تراكم عليكم وما رجعتهمش. اي. واضح الله يبارك اختي رحمه تسمع الإجابة إن شاء الله. الإجابة دكتور هي عندها ستة سنوات من اللي أصبح يتوجب عليها الصوم حسب ما فهمنا أي. وفي خلال الستة سنوات طبعا للعذر الشرعي المعلوم أي. في كل شهر تفطر أيام معدودة ولكن ما رجعتهمش حتى مرة. شنو يترتب عليه؟ تقول السيدة عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله, الله, عليه, وسلم صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة نعم. يعني المرأة إذا أدركها الحيض أو النفاس أو غيرها من الأعذار هذه الشرعية فهذا يترتب عليها أن تقضي أيام الصوم ولكن أيوة. الصلاة هي يعني لا رخصة. رخصة ولذلك نعم. رسول صلى, صلى الله عليه وسلم قال قال نعم كيف نقصان دينها قالت أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فهذا هو الأصل فهذه الايام الست او الخمس من كل شهر يعني لمده يعني خمس يعني ست سنوات, ست سنوات يعني نقول 30 يوم مقدار شهر او أكثر فهذه تحسبهم تحسب وما قد وحتى يغرب على ظنها لان ما تصورش لي حسبتهم بالضبط فحتى يغرب على ظنها حسب ما تعرف ان المده عادتها او شيء وتقضيها بعد ذلك متفرقه او مجتمعه حسب الاستطاعه هي حسب الاستطاعه ويعني معظم اهل العلم يقولون ان عليها يعني ضريبه التاخير هذه فديه على التاخير وهذا قال به هو المشهور عند مذهب الحنابله نعم. وقال به المالكيه وقال به الشافعيه كون كل انسان يعني عنده ايامات افطارهم في رمضان وما ادرك ادرك اللي بعده ما ما رجعش خلص. عليه يرجع وعليه فديه شنو هي الفديه يعني يطعم كل يوم آه. مسكين نعم. على خلاف في مقدارها فما يكون اللي يقدرها كيلو نص روز فما اللي يقول اللي يقدرها مد من طعام او زكاه يقدرها بمقدار المالي نعم. تاع زكاه هذا نعم. يعني حسب من اوسط ما تطعمون اهليكم الايه هذه ديما نستانس هي بتاع هاي. كفاره ال... لت... لت... نعم الحق تجيني نعم. مناسبه جدا كل حد كل قدير وقدره صحيح ف... وانا يعني لا اقول حقيقه أنا حتى في المذهب بالحنبلي القول المرجوح وليس القول الراجح انه لا توجد فديه وهذا لا يعني فماش هذه غرامه التاخير ولا فديه التاخير غرامة ولا غريبه التاخير لان النص قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وماربطهاش بموعد, بموعد معين قبل ما يجي رمضان اللي نعم بعده ولا غيره ما في اصول فقه. أي. ثم دلالات مثلا تلقى انت لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا امر بالحج ولكنه على التراخي وليس على الفور يعني وقت تستطيع برا حج نعم. ففرق بين يعني تقول ابنك توا برا جيب لي خبزه فرق بين تقول له وقت اللي تجي مروح ولا وقت لا جيب فهذا يفهم على الفور وفهم على التراخي نعم. هذا يعني مساله ورد فيها تراخي هو تيسير على الناس ما ثماش علاش يعني باش تقضيهم وتعاود تطعم الفوق اذا كان ارادت ان تجمع بين الحسنين فلا ذلك احنا نقول انا استعرض اقوال اهل العلم نعم. على خاطر الناس تو الان تنجم تدخل على الانترنت تنجم تدخل بعض المواقع بتاع الفتوى بتاع الاستشارات تنجم تتفرج في بعض البرامج قولك به هذا افتى بالغلط وهو لا هذا يعني تيسير ورحمه نعم. اختلاف بين المذاهب الفقهيه هو ت... هو الاختلاف بين المذاهب ديما نعودوها دكتور هو من من رحمه الله بعباده رحمه الله يقول يعني ابن قدامه نعم. وهو من فقهاء الشافعيه وعند كتاب المغني يقول اجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه, رحمة واسعه, هذا نعم. هذا ولذلك انا الذي يعني دائما اجيب به وافتي به ان يعني يجوز لها أن تقضي دون أن تقدم هذه فدية التأخير. إذا كان يعني وهذا معمول به حتى في المذهب الحنفي وفي وفي بعض الشافعية وعند بعض الحنابلة أن لا يعني لا, لا يشترط عليها فدية التأخير هذه. نعم. هي تجمعك الأيامات اللي فطرتهم بسبب عذرها الشرعي وتقضيهم وبذلك تكون يعني ذمتها يعني لم تعد عامره بما عليها من دين نعم. هناك تفصيل صغير دكتور اذا كان ملخصوا العديد من الارساليات او عفوا يعني البريد الرسائل الالكترونيه ثم سؤال النذر زاد السيزيات زياده نعم. ما جاوبناش عليه نعم آه. سؤال النذر ما ن... نجيب على نجيب عليه نجاوب علي. علي. عليه قبل البريد الالكتروني فضل. هي بالنسبه للنذر يعني هناك العلماء بين موسع ومضيق هناك من يقول اذا كان انسان اشترط مثلا ان يذبح كبش لو نجح ابنه في امتحان البكالوريا مثلاً. مثلا, نذر قال له نجح فيقولون يعني لابد ان يذبح يعني كبش لا يصح عنه نعجه ولا 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 يعني أقناع عن ذلك. ولا, شيء. اكثر مثل من ما اقل لا. يعني يحددون يضيقون هناك نعم. من يقول هو نوا النيه هي يعني كونه يسيل الدم ويذبح نعم. ويطعم فلا نعم. يعني فهي عندما ابنها انذر كونه مش يصيم يعني الست ايام هذم فالاصل كون النيابه في في النذر هذه اذا لك كان لك النذر مادي يمكن لكن هذا النذر فيه تعبد والنيابه في العبادات البدنيه لا تصح فالاصل كون الشعمل هي كفاره النذر كفاره يمين إذا لم يسمي هذا هو. إذا كان واحد قال علي نذر وما سماش يطعم عشرة مساكين وهو على كل حال هو نذر بالصوم ستة أيام وهو دائما تقول يشتغل في السياحة وما يستطيعش بحكم العمل نتاعو ومسافر باش ستة أيام هذا يعني يطعم عشرة مساكين هكذا يربحوا المساكين بقدار الكفارة هذيك مقدار النذر وهو يتخلص من النذر هذايا وبذلك يكون أيسر على الجميع لا تبقى أم مرة كبيرة تصوم في ستة أيام لأن هذا خاص بالمتوفى من مات وعليه صوم صام عنه وليه وليس خاص بالحي وهو يعني منه هيك ما عادش ينذر الانسان الا الشيء الذي يستطيعه والذي يقدر عليه، اذا اراد ان يتخلص من هذا النذر فكفارته كفاره يمين وهذا بعض العلماء قالوا اذا لم يسمه اذا لا. كان واحد قال علي نذر ما حددش شنو يكفر عليه يا اخي عباره على يمين هو عجز عليهم ستة ايام هذا بحكم العمل نعم. والتنقل والترحال فيطلب في مساكين ولا يصير ثلاث ايام. معنا الان على الخط الاخت دليله من مدينه المحرس، السلام عليكم اختي دليله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك تحياتنا ليك ولمشاهدينا في ربوع الجنوب الشرقي الكل. الله يبارك فيكم والله يبارك فيكم بارك الله فيك. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. عندي سؤال. سؤال واحد عندك تفضل عندي سؤال تفضل احنا في مثلا انا كي نصوم كي نقولوا نقول له في الغد تاعي يخرج الدم معناتها نحاول بالماكسيموم اني ما نفقدش خاطر انا نفقد في النهار في القايله نحس الدم خرج من فمي خاطر نبلعو معناتها الصوم ثاني مش حاجه انا راي حتى دويت وضمرت وراي حاجه هذيك في سبحان الله ديما موجوده الحكايه هذه معناتها هذا سؤال الاول يعني. هذا سؤال الاول نقول لك سؤال الاول شنو تفضل آه، نقرأ القرآن إن شاء الله بإذن الله نقرأ السجدة نقرأ القرآن بعد العصر بعد العصر ودينا السجدة المفروض نسجد إن شاء الله اي نعم يكون نقراها ونجي نسجد بعد العصر نجم نسجد ولا اي تسجد اذا كان اعتراضاتك سجده وثلاث لسجود تلاوه هذا تسجد نعم هذا <applause> هذا الجواب في اي موضع تسجد سواء كانت معناها لا هو ما هو هو حكم سجود التلاوه وهي تقرا في القران يعني اذا طردتها ايه فسجدت التلاوه واسجد وقت رب ولا شيء يعني تسجد يعني أي لانه ما هي ربطتها ب يعني بعد العصر يعني على الوقت بعد العصر على, النوا... على ما تجوزش النوافل هذاك علاش لا هي سجود التلاوه ما علاقة ما عندوش علاقه بالنوافل يعني سجود الشكر عند الملكيه ولا غيره اي تسجد تسجد وبالنسبه للسؤال الاول خروج الدم من الفم باستمرار يعني ل اسباب معناها صحيه ولم تتمكن من مداوتها وعلاجها ولا تتمكن من منعها وراثيه اي وراثيه لاسباب وراثيه هذا هو هو نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها من هذا يا الأمر رب العالمين ولكن اذا كان يعني خرج الدم من اللثه او من الغب او شيء وهي يعني ابتلعت ذلك غلبه فصومها صحيح نعم فيعني الاشياء التي لا يغلبها الانسان هذه تاخذ انا حرم روحي من كل شيء روحي من تعرف من لا 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 انت ترقدي وت... يعني اذا كان خرج شيء غلابه او حاجه رفع القلم عن ثلاث من بينه عن حتى يستيقظ النائم يعني لا, يؤخذ منه صرف ولا عدل حتى احتلام النائم صومه صحيح نعم فما طبع. بالك بمجرد سيلان دم من اللثه او شيء هذا يعني صومك صحيح الاصل كونك في النهار تحاولي ان تدفعي ذلك وتمجيه ما استطعت لذلك سبيلا لكن في كان رقدتي وغلبك النوم ف وابتلعت شيء من ذلك الدم هذا يسير ومغتفر باذن الله تعالى وتحترز ما استطعت ولكن اذا كان ابتلع الدم او ابتلع الريق او كرمكم الله البلغم او أو غلبه القي زاد كذلك ذراعه القي أكرمكم الله هذا كل ليس مفسدا للصوم والصوم صحيح طالما لا. هو مسألة لا إرادية هذه والمشقة تجلب التسير والأمر إذا ضاق التسع هذه هذا ما لا يترتب عليه شيء في في ذلك، كذلك الانسان اذا كان قلع زرسه في نهار رمضان، دخل على ضرسه او شيء، فصومه صحيح، اذا كان عملوا البنج زاد التخليق. البنج الموضعي مش الموذعي. البنج كامل والله حتى البنج الكامل قالوا اذا كان سؤال مهم لهنا البنج الكامل دكتور ودائما يرد علينا نعم، اذا كان البنج الكامل هو استغرق كامل اليوم مثلا نعم. فهذا يعيد يوم المحل اليوم الذي خدر فيه، اما اذا كان يعني بعض Valeu. فهذا شأنه شأن الذي اغمى عليه صومه صحيح صومه صحيح اللي يعني. اللي اغمى عليه ثم استفاق من الاغماء قبل نعم. الغروب نعم صومه صحيح نعم اللهم اذا كان اغمى عليه قبل الفجر واستيقظ بعد الغروب فهذا يعني صومه باطل وهذا كيف يعمل يعاود نهار محل دالي. يقضي نعم ولكن هو جرت العاده كون انسان مشي بنجوله قدر الله بنج كامل معنا له عملي لكن ديما الفقه فما فقه افتراضي نعم. بتبيعه يعني يعني بالحق فما عمليات يمكن تدوم ساعات وساعات يعني ولكن هذا عام مش بعد ما لكن هو ينجم انسان بنجو مثلا مثال مثال ولا وما يصيرش العملي مثلا نعم. او يتغير الامر هذا بنج موضعي او تخدير عام هو غاز الاكسجين ما يخدرش وغاز البنج ما يخدرش والبنج الموضعي نتاع الاسنان او شيء ولا باش يقلع زوز ولا شيء هذا كله ما يخ... نعم. معناه ما يفطرش و والحقنه ايضا الحقنه دكتورك. هو كيف في الكتب يقصدوا بها الحقنه الشرجيه يعني آه مش المختوب. الزريقه نعم هذيك يحترز منها الانسان لكن لا تعتبر يعني طعام وتقوم مقام الطعام لأن من العلماء من اشترط أن يكون الطعام من منفذ المعتاد يعني اذا كان الانسان قطر يعني ماء في وذنه ولا في انفه ولا هاي. شيء ووصل ذلك الى الى جوفه فتصبح مفطره لذلك لانه احيانا فما الحقنه مش الحقنه اللي نقص به المفتول لا الإبرة, الابره الابره هذا هذه العباره يعني. الدقيقه نعم فما ابره مغذيه هي. الابره المغذيه هذه يعني تعتبر مفطره للصح مفطره نعم مثلها مثل السيروم يعني هذاك اللي مغذي لاي شيء شو معنى مغذي وان لم يعني يكن من موضع الاكل لانه كما قلت العلماء فما علماء اشترطوا انه ياكل الحاجه من الموضع على الفم معناها يعني شيء شيء معروف اذا كان هذا يقوم مقام الطعام نعم ومقام الغذاء، مازال من الصوم. اي صحيح هذا السيروم والابره المغذيه هذه مه تقوم مه مه مقا... هي ليست علاجيه، صحيح. هي مغذيه مغذيه يعني تقوم مقام الطعام يعني حتى لا تصبح له حاجه تغذي البدن، فهذا تتنافى مع حكمه الصوم بما هو الامساك عن الطعام والشراب والفا شهوه البطن والفرج من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بنيه. لكن هذا اذا كان يعني صار يعني يحقن بما يغذيه وما يعني يلغي عنه هذا مثل تلك اللصقه اللي خرجت في بعض السنوات واثير عليها جدل فقهي كبير نعم هي هي مغذيه نعم يعني اللصقه المغذيه اللي قالوا يضعوها يعني حتى بعض لاعبي كره القدم وكذا وهل هي مفطره او غير مفطره هذه اللصقه مفطره نعم لأ للصائم لانها تقوم مقام الغذاء اما بالنسبه للابره العلاجيه لا يزرق يعني زريقة صداع ولا انسولين او شيء من مرض السكري او شيء ما يبقاش يستنى ياخر حتى للغروب ينجم هذه الابره الاشعه زاد كلها ماكل ما اي ار ام والرنين المغناطيسي والتصوير بالمنظار وكل هذه كلها ما تفطرش أي. كذلك القسطره والانبوب الذي يدخل لاحليل المراه أو لأحلي الرجل او شيء للكشف او هذا كله لا لا, لا, لا يعتبر مفطرا للصائم القرص الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحه الصدريه غير مفطر للصائم البخاخ ذاك الفشفاشه الربو الفشفاشة الربو الفده بالدرجه نعم هذه كما غير مفطره اذا كان ليست فيها رذاذ يبتلعه الصائم اذا كان فيها قطرات ورذاذ ويبتلعها الصائم فابتلع منها شيئا يقضي يوما محل ذلك اليوم قطره العين وغسول الاذن كيف كيف لا تفطر الصائم الا في حاله واحده ووحيده فقط اذا وجد طعمها في حلقه ونفذ منها شيء نعم. شيء الى جوفه. واضح ففي هذه الحاله تعتبر مفطره ان شاء الله. نعم. نعم. معنا على الخط اختنا سعاد من السفاقس أيوة. السلام عليكم اختي سعاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك تحياتنا لك ولمشاهدينا في السفاقس كل أيوة. تفضل المجال مفتوح لك. انا عملت عمليه في رمضان على عيني. ايوه. تتنسر الدواء في العينين يا لن يفطر ولا زاد كيف كيف السنة عملت عملية لطف عليك نعم ان شاء الله ان شاء الله باللطف عليك وان شاء الله بالشفاء باذن الله أشنو اللي ولا أختنا أنا... شنو اللي يفطر ولا ما يفطرش اختنا سعاد؟ انا في العين في العينين القطر قطرة. <applause> اي هذا هو السؤال هذا هو السؤال ما عندك سؤال أه اخر؟ اه اي ونصلي زاد معناها هكا حتى ما نجمش نطبط اي نصلي بالطبط يعني مش ما نزلتش يعني اي السجود متعذر عليك مم. السجود معناها اي ما نجمش نسجد خاطر عيني توجعني كل شيء اي اي بالضبط هذا هو الركوع الركوع مما فيه مما مشكلة ولا ما فيش؟ الركوع لا مش مشكلة نجم مش نركع شوية وما نجمش واضح الله يبارك اه تفضل تسمع الإجابة عندك تفاصيل أخرى؟ عندي زادة التيمم معناها حتى ما نجمش نتوضأ اي كيفاش نتيمم مرة برك ولا كيفاش معناها كان يدي وجهي ولا كيفاش؟ نعم تسمع الإجابة على الأسئلة الثلاثة وشكرا لك على الاتصال <applause> السؤال الأول القطرات ولا القطرة في العين ولا في العينين هو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أختنا السائلة الكريمة نعم. <applause> وأن يشفي <أختنا> <applause> من جميع, من <applause> يشفي جميع مرضانا وأنا ديما الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث هو حديث ضعيف وهناك من قال انه موضوع ولكن يعني يقول ان من ابتليته في حبيبتي فصبر عوضته عليهما الجنه في حديث القدس الحبيبتين هما العينين, نعم, فهذا ابتلاء في العين وكل سنه قالت انا اجري عمليه جراحيه على عينها فنسال الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل باذن الله تعالى هذا الامر الاول الأمر الآخر أنها تسأل هل ترى علاج العين والقطرة هذه أو المراهم التي توضع على العين أثر العملية هذه ليست مفطرة لك أختي سائلة الكريمة نعم. وصومك صحيح بإذن الله تعالى تنوين الصوم وتصومين وصومك آه صحيح صومك صحيح لماذا؟ لأن كما قلنا منذ قليل أن قطرة العين إذا كان ابتلع منها الإنسان شيء سبحان الله فما عبد كاكا ثم ناس يحط ما زهر على رأسه ويقول لك والله طعمته في حلقة, حس في حلقة نعم. أي. وثم ناس تلقاها امرأة لك والله أنا يا أخي مثالش عملت الحنة رمضان يعني وكذا نتهيئ لايامات العيد او شيء هل ترى صيام صحيح ولا صيام صحيح فما ناس يقول لك ما طعم شيء وثما ناس يحط طرف زيت ولا كذا يقول لك طعمته في حلقي موجود اذا اذا الفيصل هو ارتباط آه الامر الفيصل بي اذا كان, هو إذا كان حسيت في حلقك نعم في حلقك عن طريق الاذن هي. او الانف او شيء هو بلغ الحق الحلق هو حتى في العلاج هذه الاورال هذه يجمعهم مع بعضهم مع بعض الانف والاذن والحنجره الحنجره نعم هذه كلها نعم. مربوطه ببعضها اذا كان وصل لها هذا هذا السائل المائع أيه. أيه. وصل إلى حلقها فابتلعته ووصل إلى جوفها فيعتبر مفطراً محل اليوم الذي أفطرت نعم إذا كان ما وصل شيء صحيح هذا بالنسبة لقطرات العين, أي العين. السؤال الثاني تعذر السجود ركوة. بسبب لا ركوع سجد. قد سجد قد ما عندهاش مشكلة السجود بسبب يعني العملية على العين كالعادة هي مثل. يعني تومئ إيماء تجعل من تجعل ركوع يعني عين. تصلي قائمة خلينا نوصف تصلي المس... قائمة وتركع و... عادي وت... وتقوم بالركوع عادي وبعد ذلك تهوي ساجده ولا يعني تضع جبهتها على الارض مجرد ايماء فقط هكذا خفيف وتعتبر بذلك مهم. سجودا يعني تقوم بحركه السجود بالجسم نعم. لكن الى الحد الذي يعني لا أي. يجد معه الم او وجع نعم. اذا وجدت اوجاعا او الم كلما انحنت أي. فهذا من سبب تاثير العمليه الجراحيه في العين او, أو تمتنع عن ذلك تمتنع عن ذلك وترفع أي. ترفع بعد ذلك تجعل ذلك تجعل سجودها تهوي اكثر بالإماء. بالإماء اكثر من من ركوعها نعم. وبذلك ومش بشرطية بعض الخيان شفتهم انا حتى في الجامع فما فمش كل جايب يعني واحده كيما تاع الطاوله هذه يعني قطعه خشب بتاع تابورية هيك جاب يسجد عليها السجود لا يكون الا على الارض. نعم. يكون طيب يجيب مخده يزيد عليها لا يعني ما يشقيش روحه الانسان. السجود يكون على الارض. مم. يعني جعلت الارض مسجدا وطهورا. نعم. اذا كان ما ينجمش يومي يومي واذا كان حركات. ينجم يسجد عادي تتحسن ان شاء الله بعد العمليه. ان شاء الله باذن الله. السؤال الثالث والاخير واللي باش نختموا به الحلقه باذن الله هو أتيمم هل قالت آه اتيمم يعني. لكل صلاه ام للصلوات تيمما واحدا؟ هي اذا كان اختي سائله الكريمه تتيمم لاجل ما حل بها والم بها من مرض نعم. على في عينها فهي حكمه هو الوضوء تتوضا وضوء عاد جيناش لغسل الوجه. الوجه غسل الوجه تولي تمزح على تلك اللزقه الخرقه يعني الفاصمه الموجوده هذيك الضماده أي الضماده الموجوده او العصابه اللي عملتها على راسه او شيء فتمسح عليها فقط بقليل من الماء قليل من الماء بشكل شبه يعني جاف فتمسح عليها وباقي وتتوضب رضوض نتاعها اذا كان زاد ايضا مسح للراس والاذنين يقلق زاد كيف كيف الدكتور كيف هي تمسح على تمسح اللصقه الموجوده او الضماده او هذيك العصابه اللي موجوده تمسح لها نعم اذا كان نزعتها إذا نزع المسوح عنه تجدد الوضوء أي. إذا كان هي مجرد وضع الإصبع على العين يؤلمها ولا شيء وقت ولا طبيب قالها معناها بعد على تتيمم تتيمم لكل يعني. صلاة ولا هذا هو ما أه. والله بيدخل. في المذهب المالكي تجدد تيمم تيم لكل صلاة صلاة يعني ضربة للوجه وضربة للكفين هذا الفرض والسنة كون المرفقين في المذهب مه. المالكي مه. المذهب الحنفي في حد المعصمين أي. ويقاسوا الوضوء على التيمم على الوضوء نعم وجدد التيمم كل صلاة بينما في سائر المذاهب كانت يمم ما تم يبقى صحيح حتى يتقض بناقض من نواقض الوضوء التي نعم. تعرفها نعم. فما يعني اذا كان هي تيمت مثلا صلاه العشاء وبعد العشاء قالت باش نصلي مع جماعه التراويح تيممها صحيح الملكية يقول وانت تصل في متن العاشر وإن تصل جنازه به يحل اذا كانت تصلي فريضه وبعد ذلك تجي نافله مم او اذا النافله آه مش م... مش نعم. موجب انك تتيم مره جد والدليل على ذلك هي الجنازه هي فرض كفاية ماشي ماشي إلا نافلة وماشي فريضه فرض نعم. على الكفايه فتنجم تصلي التراويح تنجم مثلا تصلي النافله تصلي الفرض مم. العشاء بالتيمم وبعد ورح. ذلك تصلي التراويح بالتيمم هذاك لكن اذا كانت تيممت ودخلت المسجد وصلت تحيه مسجد تعاود تتيمم اخر هذا على المذهب اذا للفريضه على المذهب المالكي كل فريضه نعم. الخمسه صلوات تتيمم مرة, نعم. مره بالنسبه للاصل انه هو التيمم ما طالما لم يدركه نعم. ناقض من نواقض وضوء تيمم صحيح نعم. على المذهب الشافعي والحنفي حكمه حكم والحنبلي. الوضوء نعم حكمه حكم وحكم نعم. الوضوء والمشقه تجلب التيسير واضح. وهي في ذلك في الفقه تسمى معذوره نعم. لان لها عذر اللي هو عمليه العيد نعم. ان شاء الله ربي يشفاه ويشفي جميع امين يا رب العالمين ويرحم جميع موتانا ان شاء الله امين شكرا لك دكتور على هذه الاجابات الضافيه والشافيه على هذه الاضافات القيمه في المسائل الفقهيه والشرعيه التي طرحها السائلون. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، اذكركم بوسائل الاتصال بالبرنامج رقم الهاتف 00 216 93 438 038. العنوان الالكتروني اسال اتميزا في نقطه ان، كما اذكركم ان كافه حلقات البرنامج لكل المواسم موجوده على موقع اليوتيوب ولهذا الموسم موجوده على موقع التلفزة التونسيه. الوطنية الثانية في الختام تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته